فترة الأجازات السابقة كان ليها تأثير واضح على البورصة المصرية، لكن تأثيرها ما كانش في الأسهم وفي الأسعار. التأثير الواضح ليها كان في أحجام التداول. أحجام التداول في فترة نهاية 2017 وبداية 2018، وهي كانت فترة أجازات الكريسماس والأعياد، كان واضح ان احجام التداول كانت بتميل الى الحجم المتوسط او فوق المتوسط، لكننا ما بقيناش نشوف الاحجام العاليه اللي كنا معتادين عليها. الا ان في منتصف الاسبوع، جلسه النهارده هي منتصف الاسبوع، شفنا ان احجام التداول رجعت تاني وصلت للمليار و300. ده بيعتبر احجام تداول جيده جدا بالنسبه للفتره اللي فاتت، وده كان بدافع من شراء الاجانب والعرب والمؤسسات. النهارده مؤشر 30 وهو المؤشر الرئيسي طلع اكتر من 200 نقطه ليستقر في نقطه 15159. الا ان اللي كان متجه لجني الارباح النهارده كان المصريين والافراد، وده شيء بيعتبر طبيعي في الفتره الحاليه. لكن احنا شايفين ان القطاعات النهارده، مش شايفين ان في الفتره دي في قطاع هو المسيطر على البورصه المصريه. القطاعات بتعتبر في كل قطاع في بعض الاسهم اللي بتعتبر مؤثره شويه، لكن ما فيش قطاع هو الليدر او هو اللي بيؤثر، الا في ان بعض الايام كنا بنشوف ان قطاع البنوك هو اللي بيأثر. النهارده والايام اللي فاتت كان في قطاعات كتير زي قطاع الاغذيه والادويه والاتصالات فيها اسهم كويسه. احنا شايفين ان شاء الله في الفتره اللي جايه اذا استمرنا على نفس النظام ان شاء الله ممكن يحصل فيه اتجاه للارتفاع في المؤشرات كلها وفي الاسهم كلها بشكل واضح، لكن محتاجين ان يكون في احجام تداول قويه علشان يكون الارتفاع ارتفاع صحيح.